الإصلاح الجامعي بالفضاء المغاربي عنوان المؤتمر 34 لمنتدى الفكر المعاصر الذي نظمته مؤسسة تميمي للبحث العلمي والمعلومات بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور بتونس. أردنا الحقيقة أن نتوقف مليا لدراسة محتويات هذا الإصلاح الجامعي، وهل هناك قواسم مشتركة بين الإصلاح الجامعي في الجزائر، في المغرب وفي تونس، وهل هو يعول عليه مستقبلا لتأطير وإصلاح الجامعات المغاربية والجزائرية والتونسية. وشارك في هذا المؤتمر خبراء من المغرب العربي وكافة أنحاء العالم لمناقشة سبل وضع رؤية استشرافية فاعلة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المعرفية الدولية. هذه الندوة مهمة جدا وجاءت في وقت مهم، لأولا تقيم التجربة. احنا قلنا دخلنا في الإصلاح من 2003-2004، إذا صارنا 8 سنوات، 7 سنوات، 6 سنوات على هذا الإصلاح، فإذا يجب أن نقف وقفة تأملية، وقفة للقيام بتدقيق حول ما أنجز وحول ما لم ينجز ولماذا لم ينجز. بعملية إحصائية بسيطة وجدنا أنه عدد المؤسسات الجامعية في الفضاء المغاربي أكثر من 200 مؤسسة جامعية، يعني في حدود 264 مؤسسة جامعية. لاحظوا هذا الكم الكبير جدا من عدد الجامعات في ظل عدم وجود حراك علمي حقيقي وعدم وجود إنتاج المعرفة. وعلى هذا الأساس ففكرة إصلاح التعليم العالي أصبحت أكثر من ملحة وضرورية. إصلاح الجامعة التونسية أصبح ضروري، لأن هي في أزمة قوية جدا، لأن شاهدنا منذ 15 سنة تقريبا تقهقر الجودة في تكوين الإطارات. ومثل نظام إيماد الذي أثار جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة المحور الأهم في جدول أعمال هذا المؤتمر، إذ أجمع الحضور أن وضع التعليم العالي في بلدان المغرب العربي في حاجة إلى إعادة نظر وتقييم بل وإصلاح. الإصلاح يكون في تأطير الموارد البشرية، الإصلاح يكون في المناهج المقتبسة من خارج مثل نظام الألمدي اللي راه محل جدل ونقاش كبير جدا. نظام إيماد في حد ذاته كمنظومة عالمية ما نظريا ما فيش مشكلة، المشكلة كانت في تطبيقه وإرسائه في تونس. وبين رافض ومؤيد لنظام إيماد يبقى الإصلاح الجامعي ضرورة ملحة حتى ترتقي المؤسسات التعليمية المغاربية إلى مراتب تؤهلها إلى احتلال مكانة على الصعيد الدولي.